فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقعوا له ساجدين، السجود حدث، كانوا يقولوا زي ما اسجدوا اسجدوا لآدم، انما كلمة وقع هنا بده يدل على ايه؟ على ان المباشرة الحاسمة الحاسمة السريعة في تنفيذ الامر. نعم. وكلمة فإذا سويته معنى ان المية والتراب والطين وبقى صلصال كده يابس كده، بحيث لما تخبط عليه كده يرن، وبعدين يصوروا على الشكل اللي هيكون عليه، زي دلوقتي بيقعدوا يعملوا التماثيل ويصوروها بقى، ولله المثل الاعلى، يعملوها كده. ولذلك الحديث اللي بيقول خلق الله ادم على صورته، هنا العلماء بقى في مرجع الضمير يقول لك خلق الله ادم على صورته، يعني صورة ادم ولا صورة الله ولا ايه ده؟ ضمير رايح فين؟ فاللي قال لك على صورته يعني لم يخلق طفلا ثم يكبر ويبقى راجل، ده اتخلق على الشكل اللي هو عليه. علشان كده واحد كده فوق يبقى انسان سوي بيفكر وبيجري وبيعمل مش عارف ايه كده، ما كانش موجود قبل كده بساعه، يبقى لازم يلتفت الى الموجد. انما لو كان صغير وكبر يقول لك يمكن حد عمل وسابني وبعدين كبرت، ابدا. خلق الله ادم على ايه؟ صورته. واللي التانيين يقول لك على صورته يعني الضمير من الممكن ان يعود الى، يقول لك لان الحق سبحانه وتعالى عمل خليفه اعطاه من قدرته قدره ومن علمه علما ومن حكمته حكمه ومن قاهريته قهرا في مواقف عايز يبقى فيها قهر ومن حلمه حلما. يبقى ولذلك ده بيقول تخلقوا باخلاق الله. فإذا سويته ونفخت فيه من روح، النفخ إجراء النفس من شيء لإيه؟ إلى شيء. هل فيه نفخ صحيح ولا هي كون ولا حاجة؟ نقول له شغلتك أنت بقى. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. دي جاي بقى إيه؟ سجود بوقوع، أدي واحد. وسجد الملائكة أفرادا ومجمعين، يعني ما فيش واحد انحنى قبل الثاني. كلمة أجمعون دل على أن الجزئيات بتاعت الفعل إيه؟ لأن ما فيش واحد منهم أولى بأن ينفع للأمر أكثر من الثاني. إلا إبليس أبى، هنا أبى بس، في آية ثانية قلنا إيه؟ واستكبر أن يكون مع الساجدين. إيه يعني مع الساجدين؟ في أن يكون من الساجدين، لو سجد بعد شوية يبقى برضه، إنما المعية يدل على أن السجود يبقى إيه؟ وياهم يعني، حركت تبقى إيه؟ تبقى واحد. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ ما لك؟ إيه اللي جرى لك يعني؟ تقول ما لك في الشيء العجيب الذي تريد أن تعرف كيف وقع منك؟ ليه؟ إيه اللي؟ ما هو الشيء الذي ثبت لك حتى لا تكون مع الساجدين؟ فكأن دي مخالف لإيه؟ لطبيعة الأشياء. يقول لك ما لك عملت الشيء الفلاني دي ليه؟ أنت مالك وين؟ تقول له ما لك أي شيء ثبت لك فمنعك عن إيقاع الأمر على مقتضى الحكمة؟ إيه اللي حصل؟ الآية الثانية إلا إبليس أبى واستكبر عن إيه؟ قال إبليس ما منعك أن تسكت، وفي ما منعك ألا تسكت. يبقى في آيتين اثنين، مرة جاية بالإثبات ومرة جاية بالنفي، وهنا ما لك ما فيش منعك. أهي منعك مأخوذة من مالك، من مالك يعني إيه اللي خلاك ما تسكتش؟ يبقى برضه هي فيها إيه؟ منعك من الإيه؟ يبقى المعاني كلها إيه؟ ملتقية. بس دي دهشة في معرفة السبب اللي خلاك تعمل العملية، كأن المنطق والعقل ما يخليكش تعملها. أدي واحد. والثانية ما منعك أن تسكت، يعني ما منعك أن بتبقى هي والفعل في تأويل إيه؟ مصدر. تأويل إيه؟ مصدر.
يعجبني أن تذاكر دروسك، يعجبني مذاكرتك لدروسك. يبقى أن وما دخلت عليه يبقى في تأويل إيه؟ وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم. ما منعك مرة يقول أن تسكت بينما لك، إنما في آية ثانية ما منعك، وما منعك نوع إيه؟ منعك أن تسكت بالإيجاب ومنعك أن لا تسكت. يقول له طيب منعك ألا تسكت ومنعك أن تسكت، يبقى كلام ماشي. تقول له لا، ده اللي بيتكلم رب، وما دام بيتكلم رب يبقى كل كلمة عنده حرف لها. قال لك ايه؟ قال لك فيه فرق بين أن يمتنع إبليس عن السجود لأن قاهرا قهره أن لا يسكت، وهو كان يريد أن يسكت، هو عايز ايه؟ يسكت. عايز يسكت وفيه مانع، منع. ما منعك ان تسكت تشعر بانه ايه؟ كان من الممكن ان هو ايه؟ منع. طب ما منعك الا تسكت؟ نقوم نقول له لا، دي اوعى تقول لا زايدة زي ما بيقولوا، لان اللي بيتكلم ربنا. امال ايه؟ أم قال لك فاذا جاء الامتناع مش كان من واحد منعه وهو عايز يعمل، ده الواحد اللي منعه ده ما منعوه بس اقنعه بالحجه ان هو اللي يعمل. يبقى ما منعك ما زين لك الا تزكت، يبقى دي معنى ودي ايه. خدنا اللقطتين الاثنين، يبقى الامتناع اما ان يكون ابليس قد اراد ان يسجد فمنعه مانع قهر عنه، يبقى منعك. طب او يكون الثاني ده راح مقنعه بانه يعمل ايه؟ المنع. يبقى ما منعك ان تسجد يبقى للاولانيه، ما منعك الا تسجد من زين لك وقال لك ما تسجدش، يبقى خدت ايه؟ الحتتين الاثنين. احنا قلنا زمان عند قول الحق سبحانه وتعالى لما يجي بقى في عرض الاخره ابليس ومش عارف ايه وبتاع ويتهموا في ابليس، كله في ابليس، كله في ابليس، يقول ما كان لي عليكم من سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان، انا ما كانش عندي سلطان ارغمكم على تنفيذ ما اوسوس به. وما هو السلطان؟ يا اما سلطان القوه اقهركم اهدي منعك، يا سلطان الحجه اقنعكم بانكم تعملوا. يبقى الذي موجوده والذي ايه؟ يبقى اذا ما منعك الا وما منعك ان تثبت جاي عشان تبين لنا الايه؟ اوعى بقى حد يقول زايدة، واللي يقول زايدة يجب ان يستغفر الله. طيب ما دام ملوش سلطان عليكم، لا سلطان يمنعكم وانتم تريدون، يا سلطان يقنعكم ان كنتم ايه؟ تعملوا. لان السلطان اما سلطان القهر واما سلطان الايه؟ واما سلطان الحجه. يا سيدي قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين. قال لم اكن، ما هو بقى لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ليه يا اخويا؟ معناه ان النار يعني اشرف. تقول له لا يا اخويا، كل شيء يؤدي مهمته مساو للاخر في اداء مهمته. قال لم أكن لأسجد لبشر، هو الجنس الآخر، خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. اخرج من ايه بقى؟ اهو ده الموقف بقى، اخرج منها. يبقى لازم منها دي كان في حيز او في كلام في مكان، ما دام يطلب منه انه يخرج منها يبقى كان. طيب قلنا زمان في قصة الخلق لما تكلمنا عنها قديما أن آدم وذريته مخلوقين للخلافة في الأرض، ومعنى الخلافة في الأرض بينتها آية أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وما دام هيجعلكم خلفاء، خلفاء لإيه؟ لخلق كان قبلكم، أو خلفاء لله في مزاولة الأسواق، لأن الله يباشر أشياء
السببيات بواسطة ما خلق. الانضاج بالنار، الله هو الذي ينضج، بس النار هو عاملها سبب. الاكل عشان يشبعني، هو اللي يشبع، ولذلك هو يطعمني. وايه امال دي سبب؟ اذا مزاولة الحق سبحانه وتعالى لاشياء كثيرة في السببيات معناها ان الانسان او كل شيء في الوجود بيؤدي مهمة ربنا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي واحد فقير وبعد ذلك يريد ان ربنا يحنن قلوب الاغنياء عليه، يقول ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرضك وانت اللي معطي؟ طب ده انت اللي بتدي، انا اقرضك ليه؟ لان بقى ما دام انت اشتغلت وعملت انا ما احرمتش من ملكيتك، بس انت سبب. الاسباب ايد الله الممدوده الى الخلق. ولذلك الانسان ساعة ما توجد له اسباب يقول السبب ده يد لله ممدوده بربنا. اوعى ترد يد الله وبعدين تطلب ذات الله. ازاي؟ قال لك هناك في قوله سبحانه وتعالى: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ما هو المضطر؟ المضطر الذي استنفذ كل اسبابه. فاذا دعوت عن اضطرار ثق انك مجاب. انما احنا بندعي مش عن اضطرار، احنا بندعي عن ترف. ما اقول لك انا دعيت وربنا ما جاوبنيش، ما هو انت اصلك دعيت عشان يبقى لك فيلا، ما انتش راضي بالشقه، ودعيت بالشقه عشان تبقى ملك ما مرضيش بالسكن، وما رضيتش مش عارف ايه. يبقى ما دام في اسباب، اذا المضطر هو من كل اسبابه ينتهي، يوم يقول خلاص يا رب انا استنفذت اسبابي بيدك الممدوده، يبقى انت ايه؟ يوم ربنا يستجيب له على طول. اذا فكل ما تراه من اسباب ايدي الله الممدوده للخلق بالخلق. ولذلك يقول لك ايه؟ الخلق كلهم عيالي، ايه؟ فاحبهم الي ارأفهم بايه؟ وقلنا قصه ستنا فاطمه لما قعدت تجري الدرهم وبعدين قالت انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير. قال فاخرج منها، اي من ايه؟ المكان. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيتكلم في الملأ الاعلى او في الحضرة، اخرج منها، اي من مقام الحضرة التي كنت مشرف انك تبقى الملائكة ويبقى مش عارف ايه، يلا ابعد عن الله، اخرج منها. قال فاخرج منها فانك رجيم. رجيم اللي هو اللي نسميه مرجوم، مرجوم مبعد بالايه؟ مش كده بالكده، ده بالرمي بالحجارة. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. في دليل على أن برضه الجن بيموت لهم آجال زينا وكل حاجة، وكل أنظرني إلى يوم يبعثون ده لؤم في السؤال، لأن إن أنظره إلى يوم البعث، ماشي إلى يوم القيامة، إلى يوم يبعثون، يبقى مش هيموت بقى، يبقى إيه؟ مش هيموت، ما دام إلى يوم إيه مش يموتون؟ لا، إلى يوم إيه؟ مش قال أنظرني لحد ما نموت كلنا، لا، إلى يوم، وما دام أنظر إلى يوم يبعثون يبقى نفد من مين؟ نشوف ربنا قال له إيه؟ قال يعني هيفوتها على ربنا. قال رب فأنظرني، أي أخرني وأمهلني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. ساعة هو بيسمع فإنك من المنظرين، لكن دعوته مين؟ استجيبت. ولذلك عملوها آية عشان الحسرة تيجي قوية قوي. ساعة ما يسمع إنك من المنظرين يقول لك خلاص ضمننا إننا إيه؟ هنعيش بقى لحد الله. وبعدين يقول له إيه؟ الآية تانية: إلى يوم الوقت المعلوم. يبقى نفدت من اليوم الوقت المعلوم اللي الكل هيموت ايه؟ الكل هيموت، هيموت فين؟ قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. ربي ايمان بالربوبيه، بما اغويتني
وهل الله هو الذي أغواه؟ الله أمره ونظرا لأنه ملكه الله عنصر الاختيار فما نجح في الامتحان. يبقى الإغواء من الله، ربنا ما ردش عليه بما أغويتني، قال له برضه كلامك صح عن اللي أغويتك، لأن أنا اللي عرضتك للامتحان. يعني لو ما كنتش عرضتك أنا للامتحان كنت نفذت. إنما أيوه، إنما أنت أصلك أنت يعني أنت فاهم إن أنت أغويتني ما تمشيهاش كده. أنا صحيح اللي أغويتك، إنما أغويتك إيه؟ بالفعل أم بتمكينك، بتمكينك اختياريا من الفعل والترك؟ بتمكينك اختياريا بين الفعل والإيه؟ والترك. يبقى هو بما أغويتني بسبب الإغواء. طب وهو أغواك إزاي؟ أما قال لك ما هو اللي ابتدى الأمر وهو اللي قال لي مش عارف إيه. يفرض إن لك ولد وبعد ذلك قال لك يا بابا أنا هسافر مش عارف مين، اديني فلوس عشان أروح مش عارف إيه، تقول له خد الفلوس بس أنت عارف تصرفها في الإيه؟ مصاريف اللي هي يعني عقلة، مصاريف كريمة، مصاريف تقوى، مصاريف ورع، ما تصرفهاش في حاجات مش عارف إيه، واديت له مثلا 100 جنيه. خد ال 100 جنيه والفلوس أغرته في السوق بقى. ولقى بقاء السوق وقعد بقى ايه، جابوا له ابنه مخمور، قالوا شوف ابنك مش عارف ايه، بس يقوم يبقى يضربه بعد ما يقول ما انت اللي اديتني الفلوس بقى مش عارف. شفت بقى دي زي دي تمام، ما انت اللي اديتني الفلوس. انا اديتك الفلوس لان انا مكنتك من الاختيار، اديتك الفلوس بس انت ما نجحتش. هو اديتك فلوس بس ولا اديتك فلوس ومنهج؟ اديتك فلوس ومنهج وانا بحكمك عليها دلوقتي على مخالفة المنهج. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. ازينن قال لك لان كل وسوسة الشيطان لا تأني ما تجيش في ضرورة حياة، كلها ترك حياة، ترك حياة اللي هو ايه، يهلك ثمار العافية، يهلك ثمار الايه. يعني واحد عنده انحراف في اي حاجة، يشرب خمرة يا من مخدر يا من مش عارف ايه، ان كان بيقدح ويجيب مش عارف ايه وبتاع ياخد ثمار ايه، ياخد ثمار العافية كلها، كلها يضيعها في ايه، في هذه المسألة. اذا فالتزيين معناه انه ما بيجيش في اشياء ايه، في اشياء ضرورية في الحياة، لان الضرورات مضمونة حلا، مضمونة ايه؟ مضمونة حل. ايه اللي كده؟ التاني الانحرافات. ولذلك احنا قلنا الناس حتى اللي دخلهم على قدهم والناس اللي مش عارف بيتعبوا من الميزان الاقتصادي، نقول له ايه؟ استقيم وانت تغتني. الاستقامة ما تكلفش. الاستقامة هتخليك تطلع من الشغل بتاعك وانت كنت خارج من البيت فطران بشوية عيش وشوية فول ولا جبن ولا بتاع، وبعدين تروح تاكل اللقمة الحاضرة وتقعد تنام وتقعد ويا الأولاد من باب أو أولا تراعيهم وتقعد وياهم وتقلل افتراقك منهم وتعرف اللي قاعد بره واللي غاب ومش عارف إيه، فيبقى صلاح للأمر. وثانيا لا هتقعد على قهوة ولا هتروح مش عارف هنا ولا هتروح هنا. يبقى الاستقامة إيه؟ عملية اقتصادية ولا مش اقتصادية؟ ما تكلفش حاجة أبدا. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ما هو بقى في النحر بقى، اشمعنى هو اللي هيبقى يعني عاصي، عايز الكل بقى يدخل في ال. ولذلك المسرفون على أنفسهم يحزنون حينما يرون أناسا على استقامة، يقوم نفسه يعمل ايه؟ نفسه ياخدهم وياه. طب وانت نفسك تاخدهم وياك ليه؟ علشان ما يكونش امام نفوسهم وامام الناس في حال خير من حالين. مش معناه ان اللي خبت يخيبوا وياي يا رخريه. يبقى اذا المستقيم اللي غير مستقيم نفسه يعمل ايه؟ نفسه يخرجوا من الاستقامه. ليه؟ لانه كل ما يشوفه غير المستقيم يشوف المستقيم يضرب نفسه. اشمعنى ده يا اخواتي تقدر على نفسه؟ اشمعنى هو راجل كده مش عارف ايه؟ اشمعنى ايه؟ اشمعنى ايه؟ اشمعنى ايه؟ يبقى بيحقر نفسه ولا بيحقرها؟ بيحقر ايه؟ نفسه. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. قالها كده يعني في حمقه الرد، وبعدين افتكر مكانه ومكانه من ربه
انت هتدخل مع العبيد في معركة ولا مع الله؟ ده انت الشيطان داخل في معركة مش مع الله، ده مع العبيد، بدليل ان هو اللي عامل ايام قال له انظرني الى يوم يبعثوه، مش طلب منه؟ يبقى معنى الطلب منه ايه؟ وقال ربي وقت ولأغوينهم اجمعين. كلمة اجمعين دي تفيد إحاطة الافراد. بعد ذلك عرف مقامه من نفسه، قال الا عبادك منهم المخلصين. تقولي ما اغدرش عليهم. ليه ما اغدرش عليهم؟ لانك انت اخلصتهم لنفسك، وما دام اخلصتهم لنفسك يعني انت خدتهم من هذا الطريق، يبقى انا ما اقدرش عليهم. يبقى المعركه مش بيني وبينك، المعركه بيني وبين مين؟ وبين العبيد. وفي طبعا عبادك منهم المخلصين، يقول لك ما وصلوا الى مرتبه الاخلاص مخلصين الا لانهم كانوا ايه؟ مخلصين. يقول لك دي مساله برضو اهل المعرفه واهل النور والاشراق بيسووا بينهم. يقول لك مثلا أن تصل بطاعة الله إلى كرامة الله، وفلان وواحد تاني يصل بكرامة الله إلى طاعة الله، يعني يكرمه الأول وبعدين إيه؟ وبعدين يطيعه بعدين. ليه؟ علشان ربنا يبين لنا إنه مفيش حاجة تحجز عن بابه. إحنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، قلنا إن الراجل يقف قدام البيت وبعد ذلك يجي له واحد يسأله ويطرق الباب مثلا عشان يسأله، يوم يكرمه لأنه طرق بابه. أهم دول اللي أطاعوا، طرقوا باب الله ففتح لهم، خلاص. وهو يتكرم كده ويمشي كده ويلاقي ناس سمتهم كويس كده، يقول له والله لا تيجي تتغدى وياي. الله، يبقى فيه ناس يصلون بطاعة الله إلى كرامة الله، وناس يصلون بك. يقول يا سلام، الراجل قابلني وقال لي كده وخدني وأكرمني، الراجل ده مش عارف إيه، يبقى يصل بكرامة الله إلى إيه؟ إلى طاعة الإيه؟ الى طاعة الله. اللي هو مثلا بعض الصوفية لما الفضيل بن عياض مثلا، فضيل من المتصوفة الكبار، حكوا عنه وحكايات الصالحين، هي الحكايات بتبقى يعني مشوقة ومن دليل على صدقها انها بتدخل في النفس، تدخل في النفس. بيقول لك ان هو كان قاطع طريق وقاعد بقى عند خربة عشان مستني ناس بقى يمشوا بالضاعة وبتاع ويقطع عليهم الطريق وياخدهم. وبعدين هو مستني الخالي بقى سمع ناس بيقولوا بلاش من الطريق ده لأن الجدع ده الفضيل واقف السكة من حول من ناحية ثانية. قالوا الفضيل ده بس قاعد لنا كده مش عارف ايه وبتاع. قال هو سمع يعني صعب عليه الناس اللي هم خايفين منه. قام في الوقت دي قارئ قرأ أو هو سمع صوت كده، قال ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ فما كان منه إلا إنها زلزلت كيانه وقال أنا يا رب، وتاب من يومها. فلما تاب الناس اللي عارفينه قالوا له إيه الحكاية اللي حصلت دي؟ الكلام ده أهو ده وصل بكرامة الله إلى طاعة الله وبقى متصوف كبير. فسألوا قالوا له إيه الموضوع ده اللي حصل يعني؟ قال والله انا ما عملت حسنه في حياتي ابدا الا حاجه واحده. انا كنت ماشي قمت لقيت ورقه وبعدين بشوفها ايه كده، لقيت فيها ايه من القران والناس دهس عليها ومتوسخه كده، قامت صعبت عليا الايه، صعبت عليا الايه. قمت خدت الايه وكان في جيبي درهم واحد، رحت على السوق واشتريت به عطر، وجيت على الورقه معطرتها بالايه؟ بالعطر ده كده، وجيت في شق عالي لا تصله يد وحطته. قال والله دلوقتي بفتكر انني سمعت هاتفا يقول والله لا اطيبن اسمك كما طيبت فيه. هذه سبب. ولذلك بقى النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك اياك ان تحتكر طاعه ما قد كده، يمكن هي بالفعل ايه؟ اللي هي مش الراجل سال كلب ربنا غفر له. واياك ان تحتقر معصيه قد كده، لان المراه دخلت على حبسه القطه فقال ايه؟ ان الله اخفى سلاسا في سلاس، اخفى رضاه في طاعته، فلا تحكرن طاعه ما، يمكن هي دي الاشياء اللي حد، واخفى غضبه في معصيته فلا تحتكرن معصيه ما، واخفى اسراره في خلقه فلا تحتقرن عبدا ما.
عسى ان يكونوا ايه؟ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ما اقدرش اجي ناحيتهم. قال هذا صراط علي مستقيم. والله كلام كويس. انا علي انني ايه؟ انفذ لك الايه الموضوع ده. وبعدين رجع لك من قال لأغوينهم اجمعين، الاستثناء بتاع الا عبادك منهم المخلصين، خلها مش منه، خلها من نفس الحق. قال ايه؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما دام وصلوا الى هذه المرتبه يبقى ايه؟ ولذلك ابليس كان عالم، قال انه عالم حينما اقسم، وعالم انه حينما لون طرق اغوائه لخلقه. حين اقسم، اقسم بايه؟ قال بعزتك. بعزتك، ومعنى عزة ايه؟ انك عزيز عن الخلق، من شاء فليؤمن. لو كنت عايزهم كلهم ما اقدرش اخد حد، انما عزتك عن خلقك هي اللي حنفذ منك، بدليل ان اللي انت خدته من المخلصين انا ماليش وياه ايه؟ ماليش وياه فيه. يبقى عارف يقسم ولا ما عارفش؟ قال بعزتك اي عن خلقك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا حدخل من هذا الباب، لانك لو اردت الخلق كلهم ما استطعت ان اخذ منهم واحده، بدليل ان من استخلصته لنفسك ماليش علي ايه؟ سبيل. ادي واحده. عرف كمان، والى لقاء اخر ان شاء الله.